السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درس آخر في الحلم، وده الدرس الخامس في سلسلة الحلم مع الناس، وده في مدينة تورونتو في 2014. كنت هناك في اجتماع مجلس إدارة الأغاثة الإسلامية، وبعد الانتهاء قالوا لي أن تذهب لكي تقول محاضرة في المركز الإسلامي في المدينة بعد صلاة المغرب. كان حديث عن أزمات الإنسانية التي تواجه الأمة، وضربت بعض الأمثلة عن التسامح بيننا وبين غير المسلمين، وبيننا وبين المذاهب الأخرى داخل الدين الإسلامي من الشيعي والسني إلى آخر إلى آخر. فما كان من أحد المصلين إلا وانتفض انتفاضة الأسد كالهزبر الجسور الهائج الكاسر يزأر ويعوي. وبعد أن قلت كلمة شيعة، فما كان مني إلا أن أعطيته الميكروفون في دهشة منه لكي يسمع الحاضرين آراءه. فلما انتهى من كلامه أخذت منه الميكروفون وأتممت محاضرتي، ثم جعلت بعدها وقتا كافيا للنقاش وفتحت باب النقاش للجميع. فما كان من بعض الحاضرين إلا أنهم قاموا، أو قام أحدهم قومة أسد آخر قائلا له: نحن لسنا هنا في الشرق الأوسط، ولكننا في تورنتو في كندا، وخلافتكم في الشرق الأوسط السياسية لا تأتون بها لنا هنا، نحن نعيش مع بعضنا هنا مع بعضنا البعض في وئام وسلام وأخوة ومساواة. ولم يكن هذا هو الشخص الوحيد الذي رد على ما قاله ذلك الشخص، بل تبعه البعض الآخر. وبعد أن انتهت المحاضرة كنت مندهشا، لماذا؟ لقد جاءني نفس الشخص الذي صرخ في وجهي وعانقني وقبل رأسي وانتهى الأمر عليه. ما هي الدروس المستفادة من ذلك؟ الحلم والصبر والتصبر، رسم البسمة، التأني، الثقة في الله ثم في نفسك، وخاصة في ماذا؟ في أنني أعطيته الميكروفون ليتحدث وهو الذي كان يعارضني في الكلام، وهذا أمر خطير. والحمد لله انتهى الأمر على خير. يبقى الحلم والصبر والتصبر ورسم البسمة هم الأساس في كسب الود بينك وبين الآخرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.